لما ألف هنا تعمل لكم فود بلوجر في البيت. يلا نشوف. إذا فيها تكلفة هنجرب. واحد اوكي. الموتزاريلا شكلها ما بتشدش. بحب بيتزا ستيشن جدا. انا بحب بيتزا ستيشن برضه. عايز الجبنة حلوة بس مش كتيرة. حلوة قوي وتشوي. حلوة قوي. والله حلوة. بحب الكفتة. حلوة والله. عايز مرة بيتي. هي الشوكليت بتاعتهم حلوة بس حاسس ان الدونات نفسها مبططة. يعني محتاجة ان هي تنفخ شوية ان هي تدي الحشة بتاعتها ان هي تكون طرية. تحفة. جامد. الصوص الجليز حلو قوي والدونات نفسها سبراي يعني هي صوص حلو. عندكم تشيكن دانش؟ ليه جايبين لي مارجريتا؟ ممكن اكل لحمه مسلوقه. حلوه التشيز كمان حلو قوي باينه. تجيب لي علبه ثانيه؟ بصراحه العجينه بتاعتها نفسها مش حلوه قوي يعني بس هي لما جربتها كانت فريش وسخنه كانت حلوه بس هي بيسبي كريم احلى منها بس هي كدونتس احلى من كريسبي كريم بصراحه. انا بحب البيتزا ستيشن جدا بصراحه. مش عايزين حلوه جبنه حلوه يا جماعه مش عايزين تاكلوا. تقييمي عشان خاطرك يعني مثلا خليها 8/10 عشان خاطرك جدا. البيتزا ستيشن جدا. الراجل ده ياخد بيتزا كامله معانا بيبروني. ممكن 7/10. جربت بيتزا هات؟ بس جامد بيتزا هات انت.